أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دور محكمة النقد ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشددا على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة لأداء مهامها على الوجه الأكمل بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. من جهة أخرى، أكد الرئيس السيسي على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقد السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد القاضي محمد عيد محمد محبوب رئيسا لمحكمة النقد. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار عادل فهيل محمد عزب رئيسا لمجلس الدولة. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار محمد بكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على دور محكمة النقد ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشدداً سيادته على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح